معكم عدود من فيديو جديد يوم الاربعاء. اتكلم عن النظافة الشخصية. اول حاجة تستخدمها في النظافة الشخصية ايه هي؟ رقم واحد لحد اخر واحد، بس تشتركوا في القناة وعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. اول حاجة في النظافة الشخصية طبعا انتظرونا يا جماعة. اول حاجة في النظافة الشخصية وقت الاستحمام نستخدم غسول جسم، ده رقم واحد، تغسل بيه جسمك وقت الاستحمام، ده رقم واحد في النظافة الشخصية. رقم اتنين بعد الاستحمام يا معلم تستخدم، طبعا ده للبنات للستات والرجال كله، تستخدم مجيل عرق. ده مهم جدا جدا، حماية 24 ساعة وخاصة في الحر اللي احنا فيه. ده رقم اتنين. رقم تلاتة تستخدم سامبو، طبعا ده لغسيل الشعر وقت الاستحمام، ده رقم تلاتة، كنت اخليه رقم اتنين. تمام. بعد كده تستخدم المعجون السنان، تغسل بيه السنان، ده مهم جدا جدا، وده بيخص النظافة الشخصية ان انت تغسل سنانك. يبقى اول حاجة يا جماعة وقت الاستحمام في النظافة الشخصية تستخدم غسول الجسم وقت الاستحمام، اغسل جسمك، ده رقم واحد. رقم اتنين سامبو لغسيل الشعر، ده رقم اتنين. رقم تلاتة استخدم مجيل عرق بعد الاستحمام، مهم جدا. اخر حاجة استخدم بقى ايه؟ معجون السنان، ده مهم جدا جدا. طبعا دي معلومة تهم كل الناس ستات ورجال. بتمنى كل اللي في اليوتيوب وكل اللي في النت يتفعلوا، ما دام ان انا بقدم حاجات حلوه وحاجات مفيده اتفاعلوا في القناه. شكرا. طبعا هم دول زي ما شفتم في الفيديو، هي دي الحاجات بتهم النظافه الشخصيه، تهتم بشكلك، نظف سنانك، جسمك كله، والاستحمام كل يوم، كل الحاجات دي بتهم النظافه الشخصيه. شكرا لكم.